قلبي ناني وعزاء ناني، وحشتوني جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ حلقة جديدة اليوم، هنعمل فيها سمان. ايه السمان ده يا ناني؟ ده شبه الحمام، في ناس مخصوصة بتحبه جدا جدا. بصي، نظفته تنظيفة من الرقبة، من هنا، من كل حتة، ما خليتش فيه ولا شعراية، ونقعته في ملح وليمون بعد ما خليته زي القشطة كده زي ما انت شايفة. تمام، بروح جايبه بصلايه مفرومه ناعم، وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر. ده اللي انا هدعك بيه السمان، وهسيب منه معلقه لجوه. بصي بقى المرحله اللي انا بسلك فيها دي عشان تكبر معايا وتاخد معايا الرز بتاعنا. بدخل من هنا من عند الورك، شايفه بدخل من عند الورك، واقعد افتح كده التفتحات دي كلها اهي، وباجي اخد بقى الحته اللي عند الصدر دي وافتحها بقى كده اهي، شايفه اهي. كل المنطقه دي هي اللي هتاخد معايا بقى الرز بتاعنا. اوريكي بقى بعمل البصل ده ازاي اهو. اخش بقى ايه ادعك بيه كده، واجي على الحته دي كمان ادعك هنا، بتدي طعم ولا اروع هنا كده 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 في كل الحتت دي. وبدعك كمان من بره، انا عملت كل السمان بتاعنا. وبعد كده انا كده دلوقتي جت المرحله اللي انا بقى ايه هحشي فيها. ده عملته ازاي؟ بصي بقى يا قلبي، نحط معلقتين زيت ومعلقه سمنه بلدي معانا. تمام، واول ما تبتدي تسيح كده معايا بنزل معاه بالكبد والقوانص. معايا شويه ملح وشوية فلفل، بصلاية مفرومة، حط البصل معايا واخد تشويحة، بنزل معايا الرز بتاعي 3 معالق كده كبار. ايه تخمي بيها ضيوفك بقى، تيجي بقى عند الايه الصدر المقابب ده، تروحي كسراه كده بحرف صبعك. تمام، هوريكي بقى بعد ما تستوي هتبقى كبرت ازاي. ايوه كده، خليكي شطوره ووحشي بقى. خدي بقى معاكي كبد وقوانص كده، ما تسيبهاش كده اهو. اهم حاجه ما تفرقعش منك في النار، ما تحشيهاش لحد لما تقول لك ارحميني، لا اهو كده. خلي كده بس، لو في كبده وقوانص هنا عند الجلد بره ده لا، خليها في البطن، خليها جوه البطن عشان ايه. حبيبه قلبي، ده الشكل النهائي بعد ما حشيتها وخدتها غرزه من هنا وغرزتين من هنا. لو انت عايزه تعمليها بخله براحتك. تمام، بعد كده كان معايا معلقه بصل معموله بالملح والفلفل، دعكتها بيه وسبتها عليه كده ربع ساعه. بعد كده اديتها بقى ايه بالابره بتاعتي تخرمتين ثلاثه كده علشان ما يفرقعش مني في النار. بعد ما حطيت ميه تغلي ومعايا بصلايه، بنزل معايا بالبهارات بتاعتي اللي هي فلفل اسمر وهيل وورق لورق وواحده لومي. بعد كده بنزل معايا بالحمام بتاعي، بعمل كده. حمام ايه؟ حمام ايه ده؟ سمان اهو يا قلبي. الله، حلو بيتنفخ اهو، اهو بيكبر اهو يا جدعان. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بعد كده بعمله بالحليب كده او اللبن، بقلبه كله فيه وبعدين بنزله وبقليه. هوريكي بقى الشكل النهائي. حبيبه قلبي، بص ده بعد ما قليته في السمنه والزيت، بص طلع عامل ازاي. تعمليه بقى وجربيه، وكومنت بقى حلو منك كده، وتقولي لي تتابعيني منين. بحبك جدا.